كان ساعات يجيبوا ثلاجات، ثلاجات تشتغل بالغاز. فقالوا لنا انه والله ومنها اعطوا ثلاجه لابوي، قال لي هذه اللي تحط في اصبع كذا في ميه تعمل ثلج. استغربنا كيف سحر، كلنا جالسين مع الخدم كله جالسين كذا زي الهنود الحمر حول العلبة من النحاس، وجالسين كل شوية نفتح يدنا. يمكن جلسنا 16 ساعة حتى وجدنا أن المية دي انقلبت إلى ثلج. هذه من ظرائف الأمور، وكنا يعني سحر بالنسبة لنا.